السلام عليكم في مدينة شفشاون الجبلية واحد الطفل اسمه ريان يبلغ من العمر خمس سنوات طاح واحد البير يوم أمس والناس ما عرفوش فين مشى بقاو كيقلبوا عليه لدرجة أنهم ظنوا أنه شي واحد يمكن يكون خطفه ولكن من بعد اكتشفوا أنه طاح واحد البير اللي العمق دياله تقريبا ستين متر وقالوا على الأغلب أنه ريان مات ولكن لقاو الصعوبه كيفاش غادي يوصلوا ليه من بعد بداو كيسمعوا واحد الاصوات من جايه من البير واكتشفوا ان ريان مازال على قيد الحياه مشاو كيجيبوا الجرافات واتصلوا بالمسؤولين وقامت القيامه بالمنطقه وفي الناحيه هذا البير ولحدود هذه اللحظات مازال اعمال الحفر لان البير شويه البير صعيب انك توصل للقاع ديالو مازال كيحفروا بالجرافات على امل انهم يوصلوا لريان ويكون مازال على قيد الحياه وما يتصابش بالاختناق فنتمنوا من الله انه الطفل ريان يسلم من هذا الحادث ولكن اللوم كل اللوم للسلطات المعنيه اللي ما وفرتش الحمايه لساكنه هاد أه القرى الجبلية وساعدتهم أنهم يقوموا بتغطية الآبار والآبار اللي بقات لولات اللي غير صالحة للاستخدام يتم التمر ديالها كذلك أيضا كاين مشكل في المعدات أه اللوجستية في والتدخل في الحوادث اللي بحال هاد النوع الناس في أه محيط البئر اكتشفوا أن الوسائل اللي بداو يحفروا بها في البير من أجل إنقاذ ريان هي وسائل بدائية عاد بدو كيجيبوا الجرافات وكيحاولوا بشكل عشوائي لدرجة انه ممكن هاد العشوائية ديال الاستخدام انه الطفل ريان يتصاب بالاختناق فرضوا البال لوليداتكم في المرات المقبلة <applause>